تراشق، وخلاصته ان التراشق يعني في طرفين بيتبادلا، لكن لما في طرف واحد بس هو اللي يرشق ما اصبحش تراشق، اصبح رشق مباشر. فبالتالي نتمنى بس كمان ضبطا للمصطلحات. اضيف حاجه صغيره جدا، انت ممكن جدا في إذا وانت بتتجاوز في حقي تقوم تسلمني جزء من التاريخ. انا لما ارد عليك اوعى تقول لي تراشق. انا برد بالتاريخ، انا برد بالمعلومه، انا بصحح، انا ما بكلكش الاتهام. انا لما بتيجي تقول لي كذا 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 نادي القرن انا خدته بقرار من الاتحاد الافريقي بكذا مثلا. تمام. انا بدي مثلا. فلما اجي ارد ده مش تراشق. فمن فضلكم يعني ضبط المصطلحات، ضبط المصطلحات، لانكم فيهم ناس الناس بتستنى منهم الكلمه عشان تمشي وراها. نتمنى ان الامر يكون واضح، وان شاء الله تعالى فيما بعد او لاحقا هيبقى رايكم وتعليقكم فيما قالوا عن ما قالوا عن مقال المهندس عادل القيعي. هنستقبل ارائكم على صفحه قناه الاهلي على الفيسبوك ونتفاعل مع حضراتكم تباعا. والان في الغربال، مصير ازارو وربنا يخلي جمعه في الغربال يا باشمهندس. الفكره سريعا وببساطه، كل يوم وكل لحظه حضراتكم لو فتحت اي موقع هتلاقي اخبار على الاهلي، لو جالك على الموبايل خبر هتلاقيه عن النادي الاهلي، لو فتحت الجرنان هتلاقي الموضوعات الاساسيه والكبيره عن النادي الاهلي، فيها كتير جدا من الصح وفي كتير قوي من الغلط. الغلط بتتبني عليه اراء وبتتكتب عليه اعمده وبيتشكل حواليه راي، وهو في الاصل ما كانش صح يكون ومش حقيقي بالمره. عشان كده كانت دورنا في ملك وكتابه في هذه الفقره، كل المنشور عن النادي الاهلي خلال الايام الاخيره كله يتحط في الغربال عشان نهز الهزه ونشوف لك حاجه في الغربال كمان ايه اللي مش صحيح. عايز اضيف لك حاجه في الغربال الحقيقه. انت بتقول مصير ازارو جمعه، ده اللي يضحكك. انا بقالي يومين ثلاثه بسمع عن مصير فايلر. الناس فعلا 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 يعني بتحضر اجتماعات مجلس الاداره وبتاخد قرارات مجلس الاداره مش بياخدها حد. صحيح. يعني يا ريتهم بيبلغوا المجلس بهذه القرارات. صحيح. فهنشوف تباعا عندنا ايه في الغربال. طبعا